ولا محاولة من هناك، تدخل الدفاع رجعها حشود، يوصل الكرة لجليد، جليد يحاول يوسع كرة ولكن لبوكاش بعيدة، سوء تركيز هذه الكرة العالية المرفوعة لم تكن مركزة، كان ضيع مباشرة إلى ضربة مرمى. الاتحاد الجزائري للحارس زيماموش، ردة الفعل لم تأتي من جانب المولودية. في أمسية كبيرة فوق المدرجات وببداية قوية أيضا في العشرين دقيقة الأولى، بوغاش يتفوق يحضر من هناك لغازي، انطلق يشير يحاول يوزع الكرة، تضرب بفرحات إلى رمي التماس لمصلحة المولودية، يضغط زغدان، أتمنى أن تكون رمي التماس هذه صحيحة من زغدان. رقابة الفردية اتحاد العاصمة، كل لاعب يصيب لاعب تاع مولودية الجزائر مراقب كما لازم. شوف الرقابة الفردية، الحراسة شديدة، ما كاش مساحات كبيرة، الحراسة الشديدة، حتى الدفاع راه منظم، حراسة شديدة داخل منطقة العمليات. زغدان في رمي التماس لمصلحة المولودية، راحلة طويلة وقصيرة، طويلة داخل منطقة العمليات، داخل الصندوق، بوكاش يحول كرة خطيرة، هذه الكرة خطيرة، هذه الكرة محاولة تحضير، الدفاع والمحاولة من كريم غازي، بعيد الكرة، كرة صعبة وخطيرة ودربك أمام المرمى وغازي، الكرة انتهت إلى خارج أرضية الميدان فوق المرمى. جليد أمام ثلاثة لاعبين، خوالد يرجع، غازي المتابع يسدد بقوة ولكن بعيدة. الإرادة الدفاعية تاع اتحاد العاصمة، ثلاث لاعبين رماو روحهم على اللاعب، شجاعة على اللاعب جليد اللي كان راح يسدد المرة الأولى. الصورة الشجاعة الكبيرة، الاستبسال والدفاع عن الهدف المسجل في مرمى المولودية. غازي أمامكم آخر من لمس الكرة، كبيرهم خبرة وتجربة فوق أرضية الميدان بخروجه بصغير، ولكن لحد الآن المولودية ما زالت تبحث عن نفسها وعن الهدف والتعديل، والاتحاد لا يريد ذلك، وهي في التغيير آخر في الثواني المقبلة أو الثواني الدقائق الجمال. دبطة الرادار تغيير القادم، مشكورة وسيلة بليد، يلعب كرة في الوسط في العمق، التدخل خطأ، بالعيد يخرج الكرة ويستفيد من خطأ، متوترة من الأعصاب لبعض اللاعبين طبعا في هذا الديربي الحامي أو الحماس الكبير، الخسارة ممنوعة